التواصل هو المفتاح. يعني يمكن انتوا مسكرين التواصل او ما بتتواصلوا مع هذا الشخص، فالتواصل هو مفتاح الحل. هذا انا نشوف شو ونشوف شو بيعنولنا هدول، بس خليك ايجابي لان كل اشي راح يصير على ما يرام. طيب الشخص هذا حاليا يا اما حدا عرض عليه الحب، او حاليا هو في حالة فاتح قلبه للحب، وهو حاليا عايش مشاعره، ويمكن احتمال البيج اوف كابس يمكن هو اصغر منك، او مشاعر لساتها صغيرة، يعني بيعيش مشاعر لساتها صغيرة، يعني مش منفتحة مثلا للكينج، او يعني مش كبيرة كتير، كأنه هلا بيعيش مشاعر صغيرة جدا. طيب شو مشاعره من ناحيتك؟ هو حاسك انك انت لفيت ظهرك لإله، وحاسك انه انت جمعت كل مشاعرك وكل احاسيسك وكل ما تملك له من حب، انت جمعتها ودير ظهرك ورحت. كأن هذا الشخص شايفك انك انت ابعدت عنه مسافة، وكأنه شايفك انه انت مثلا ما اعطيت فرصة، او لميت كل هدول مثلا المشاكل وكل اشي انت حسيت معاه مع هذا الشخص، انت اخذته ورحت، تركته ورحت، لانه انت شايفك انه انت تعبت معاه في العلاقة، وانك انت قررت انك تمشي لقدام. يعني حتى انك تحمل التين اوف سورد وتمشي لقدام. طيب انت كيف بعقل الباطني انت شايفك انت جميل جدا جدا، وانت شايفك ان حواليك عالم كتير، وانت الف مثلا مين يتمناك او يهواك، وانت جميل جدا جدا وطيب جدا جدا وناجح جدا جدا، وشايفك هيك في عقله الباطني انه انت انسان ناجح. لانه انت كيف انت شايفك ناجح؟ لانه انت بتحمل كل شيء، مثلا ما بتناقش، بتحمل حالك وبتروح بدون ما تناقش او اشي، فهو يمكن يشوف هذا اشي انه هذا مثلا كيف بيحكوها صفة الاقوياء، انك انت قوي وقد المسؤولية وقد انه بتحمل مشاعرك، بتحمل هذا وتحط كل شيء في قلبك مثلا، وما يصير فيك شيء توقع، لا بتحمل مشاعرك، بتحمل كل اشي، تعبك رغم عن كل شيء وبتروح. يعني مو انسان مثلا بكاي وشكاي وبتشكي عن مثلا اللي صار، بتقعد تشكي وبتبكي مثلا، تنزل بوستات انا تعبت، انا هذا الشخص مثلا خانني، انا لا، هو شايفك انك انت بتحمل كل همومك وبتروح. يعني حتى ما بتطلع وراك او بتناقش او ليش او كيف او امتى، لا بتحمل حالك وبتروح. احتمال انت تبعد كتير عن هذا الشخص، واحتمال هو الشخص نفسه يكون تباعد، لانه حاسك انه مثلا انك مثلا تعبت من العلاقه، فقرر ياخذ مشاعره كل شيء ويروح، ويتحمل نتيجه مثلا غلطه او نتيجه غلطك ويروح، زي تحمل النتيجه، يتحمل النتيجه. كمان هو شايفك جميل جدا جدا، وشايفك انه في حواليك ناس كتير، وشايفك انت دائما منتصر، منتصر على نفسك، منتصر في العلاقة، منتصر في شغلك، في عملك، في بيتك، منتصر في كل شيء. احتمال انه انت مشهور مثلا في مطرح معين والناس كلها حواليك، او احتمال هو شايفك انك انت بتشفي الناس في كلامك، واحتمال كبير كمان وشايفك انه انت غريب عن اللي شايفهم قبل هالمرة، انسان غريب. مثلا انت كل الناس بتمشي على اجزاء وانت جاي في حصان، لبسك غريب، شكلك غريب، كتير بعقل الباطن بيحبك جدا جدا على فكرة الشخص، شايفك انت غير عن العالم كلياتها، يعني فارق عنده كتير كتير. طب هو انت ايش في عقله الواعي تفكيره هلا؟ هو شايفك صارك احتمال انت انسحبت من العلاقة بدون ما تعطيه اي ردة فعل، او ما حكيت له ان انا بدي انسحب، وشايفك هيك اتسحبت
طلعت من العلاقة تقريبا، انت طلعت من العلاقة يا برج الأسد، وشايفك انك انسان فنان، وكمان شايفك انك انت بتقدر تطلع من العلاقة منتصر، يعني بتحمل ما شو ما صار وبتسحب حالك وبتنسحب. على فكرة لو شايفك عندك انت انسان تقدر تنسحب تكتيكيا، يعني تقدر تنسحب اي موقف باي اشي، تحمل حالك وتنسحب زي الحرامي. وانت هيك هو شايفك انك انت انسحبت من العلاقة نهائيا، تركت له كيف بيحكوها الجمل فيما حمل، وشايفك انه انت يعني انتصرت على مشاعرك وانتصرت على كثير اشياء. لما هذا الشخص بده يجي ناحيتك، انا حاسه انه هو بده يجي ناحيتك هذا الشخص. طيب ايه، طب ايش مشكلته كانت معك؟ هو كان شايفك انه انت مطنشه ومتجاهله، وانك انت انسحبت من العلاقه، وكانه انت طنشت كل اشي، لانه انت على فكره الشخص هذا اذاك. هذا الشخص يا دخل طرف تاني يا اما اذاك. هلا بدنا نشوف كيف اذاك، احنا رح نشوف من عقلك الباطن وعقلك الواعي كيف هذا الشخص اذاك، لانه انت تعبان جدا، او شايفك تعبت وحملت كل مشاعرك وكل اشي، حملت حالك ودرت ظهرك وضليت رايح ماشي لقدام، حتى يعني ما التفت له انه انا بدي اشوفك، لا نهائيا. حتى انا حاسس انه بدون ما تحكي له انسحبت، شافك زي الحرامي اتسحبت من العلاقة. شو مشكلته معك؟ وشافك انك انت مش معطي العلاقة اهمية، كمان شافك انك انت مطنش كتير، يعني شو مثلا ما شو ما صار بيناتكو بتطنش، بتسحب حالك من العلاقة اذا مثلا ما عجبك الكلام او ما عجبك ردة الفعل، او مثلا حسيت بقلة اهتمام فانت بتحسس نفس الاشي في قلة اهتمام. كمان هو حاسك انه انت ممكن عندك شوية مو شوفة حال، بس انه مو لا مش مستويات، انه انت مستواك اقل، او لا كأنه انت غلطت في حقي، فانا من حقي مثلا اشوف حالي عليك لانه انا سويتك او انا عملتك. هو شايفك هيك شوية متكبر، مش متكبر انه مستواك، يعني هو مستوى واطي، يعني مثلا مستوى منخفض فانت مستواك عالي، لا انك انت بتطنشه او بتتكبر عليه لما هو يعمل اشي غلطه في حقك، فبتدير ظهرك وبتطنشه. طيب هاي النوايا بتاعته والرجوع نخليه شوي هيك عشان احنا نشوف انت هلا حاليا يا برج الاسد. زي ما حكيت لك انت بالهاربن، انت حاليا مثلا بتعطي نصائح للناس، او انت حاليا في زواج يعني متزوج او بتتزوج، يعني في منكم ناس عملها بتتزوج، في منكم ناس ماسكة قضايا بتحل فيها، في منكم ناس بتعطي نصائح للآخرين، نصائح مثلا دينية، أو إذا كيف تحكي شخص اعتنقت الدين، يعني عمالك تعمل أبحاث في الدين وعندك حالة هلأ تمسك في الدين، وعندك حالة روحانيات حاليا. فأنت حاليا مبعد عن اي تفكير اخر غير مثلا كيف بدك تصلح نفسك، لان هذا الانسان غدرك. عشان هيك هم بيقولوا لك كل اشي فكر بايجابية، كل اشي راح يصير، الرومانسية تاعتك راح تتصلح. وهون بيحكوا لك حكينا انه هون بيحكوا لك التواصل هو المفتاح، فاحتمال انه انت قطعت التواصل عن هذا الشخص، رحت سحبت مثلا كل صداقاتك وحطيت له بلوكات، ويعني نزلت الصداقة ونزلت كل اشي وبلوكات وسحبت حالك ورحت، ما خليتش باب مفتوح. لهيك يمكن انه اخلي باب للتواصل، يمكن هذا الشخص بده يتواصل معك بس مو عارف يوصل لك او مو قادرين يوصل لك. طيب انت شو مشاعرك من هذا الشخص؟ إيه، انت حس حالك انه هذا الشخص واقف ما بتحرك، كمان انت بتعلق فيه جدا، واحتمال انت مش قادر تفك التعلق هذا، لانه حتى انه بيجيك عرض
مجرد انت تطلع على العروض اللي بتجيك فبتطلع على الماضي اكتر. فهذا الشخص انت مشاعرك من ناحيته كمان يمكن عنده هذا الشخص ادمان او في علاقة اخرى انت شايفه، لهيك هو انت شايفه معلق مو قادرين يفك تعلقه، او كيف هذا مربوط من اجره ومش قادر مثلا هو يطلع يفكها، كأنك انت شايف هذا الشخص هيك مرتبط في موضوع ما، معلق في موضوع ما. طيب هو كيف بعقلك الباطني انت حاسه انه ماجيشن الساحر، حاسه انه هو هو البداية وهو النهاية لك، او هو النهاية وهو البداية لك. كمان انت حاسه انه انسان عفوا يهتم في عمله جدا جدا، مثابر جدا جدا وجميل جدا جدا، واحتمال هذا الشخص انت بتشوفه مثلا بيشتغل مثلا جد بيشتغل مهتم بانجازاته واعماله اكثر مثلا ما هو مهتم في العلاقه. كمان انت شايفه هو كل شيء انت بتتمناه معاه مع هذا الشخص انت بتحسه مع هذا الشخص، اي اشي انت بتتمناه وانت شايفه مشغول جدا في انجازاته في اعماله وفي نجاحاته. احتمال هذا يكون الشخص مثلا مشهور ومثلا انت بتشوفه على السوشيال انه هو مشغول في انه يفرج العالم من نجاحاته، وانه هو مشهور ومثلا مشغول في النجاحات ومشغول مثلا في الناس اللي حواليه انه يفرجيهم انه هو انسان ناجح ويملك كل شيء. واحتمال انت شايفه شوي هو متكبر او انه شايف حاله شوي، لهيك انت شايفك متكبر، يعني يمكن انتم مراية لبعض فبتشوفوا بعض نفس الاشي. طيب انت كيف شايفه في عقلك الباطني في عقلك الواعي؟ انت شايفه انسان طيب وحنون ومعطاء، وكأن هذا الناس بعطي مثلا للفقراء والمحتاجين، يمكن انه مثلا بيحكوها انه بتبرع للفقراء والمحتاجين، بعطي المحتاج اللي بدق بابه مثلا بعطيه. انت شايفه يمكن هو اخرى كمان مسيطر، انسان بحب السيطرة، هو نفسه انه يعطي قد ما بده ياخذ قد ما بده. انت احتمال هيك كمان شايفه لبعضكم كل واحد ياخذ القراءة، لان انا بقرأ لاكثر من شخص مش شخص واحد، فخذ القراءة انت وين تجيكم. كمان هذا الشخص احتمال تكون انت شايفه بوفرة، عايش بوفرة مثلا في رخاء، احتمال هذا الشخص يكون بيشغل محامي قاضي مستشار، واحتمال هذا كمان الشخص يكون انت بتفكر ان لو مثلا رجع هذا الشخص كيف مثلا بقولك مرحبا بتقول له مرحبا وبس، بتقول مثلا بقول لك كيفك بتقول له كيفك وبس، يعني بدك تعطيه على الميزان بالضبط، ما بدك تعدل الميزان، لاني حاسس ان هذا الانسان زي كنا جرحك او غدرك او دخل طرف ثالث بيناتكو، بالاحرى دخل طرف ثالث بيناتكو، حسيت انه هو خانك وغدرك وتركك تعبان، لانه انت تركته وانت تعبان ورحت. فلهيك انت حسيت انه غدرك. طيب انت شو المشكلة اللي شايفها في الانسان هذا، او شو المشكلة انت شايفها في الموضوع هذا بالضبط؟ انت شايفه انسان متسلط، ويمكن يكون انه مدمن علاقات، وانسان ما بيحب التغيير، انه ما بده يتغير. مثلا هو مدمن على مثلا على مدمن على منحكي شرب الخمر، فانت شايف انه مثلا ما بده يترك هاي العادة، رافض التغيير، حتى اذا بده يفوت معك في العلاقة نفسها فرافض انه يسميها مثلا محمل الجد، انه يغيرها للاحسن. فانت شايف انسان ما بحب التغيير، ويمكن في لبعض منكو هو مدمن على مثلا سجائر، مدمن شرب هذا الخمر، ممكن يكون انه بحب العلاقات النسائية، ممكن انت شايفينه انه متسلط بزيادة،
او هو مثلا ماشي ومو شايف حدا حواليه، انتوا شايفينه على فكرة هذا الانسان ما بده تغيير، انا شايفه انه هو انسان بدوش تغيير، هيك انتوا شايفينه ما بده يتغير، مثلا بضل يحبكوا صغير، بضل صغير يعني ما بده يطور هذا الحب، او انه يعني يعطيه اهتمام اكبر، او انه يعطيه مثلا فرصة انه يوصل للارتباط بيناتكم. هو شايف انه مشكلته انه انت مطنشه، وانت شايف مشكلته انه هو ما بده يتغير، يعني اذا كنا برضه انتوا بتناقضوا في حالكم، يعني كأنكم انتوا اتنين بتشبهوا بعض كتير، يعني هو انه هو متكبر، انت شايفه متكبر وما بده يتغير، وهو شايفك انه انت متكبر عليه وما بدك تدير له ظهرك ومثلا تعطيه فرصة. فهذا الانسان هيك شايفك متكبر، وانت شايفه مدمن مثلا علاقات نسائية، مدمن على اشي معين ما بده يتغير، او ما بده يقدم العلاقة مثلا من حب لخطوبة او من خطوبة لزواج، ما بده تغيير، يعني ما بحب التغيير. طيب شو حل المشكلة انت من جهتك؟ انا شايف ان حل المشكلة انه انت تقدم كاسة تسامح، ومثلا تحل المشكلة، لان هون قالوا لك تواصل هو راح يحل لك مشكلتك، فانا بعتقد انه مشكلتك راح تنحل انت اذا تواصلت مع هذا الشخص وفهمته مثلا انت ايش بدك بالضبط، شو بدك يغيره، بس طريق تسامح، انكم تتسامحوا مع بعض، لانه هو نفس الشيء بقول لك التواصل هو الحل للمشكله. وكمان خليني اسحب لكم كمان كارت، يا معيش عشان اشوف قبل ما اسكر القراءه، خليني اشوف لكم لاني شايفه هي بس شغله عناد، يعني قاعدين بتعاندوا بعض، يعني هو بحبك وانت بتحبه، بس انتوا قاعدين بتعاندوا في بعض، مثلا هو بدوش يطور العلاقه لخطبه او زواج لان انت مثلا بتعاند فيه، فهو مقرر عندك. احنا ما حكيناش عن نوايا، هلا بنحكي عن نوايا وفليرت. طيب صح، نواياه الشخص هذا يكون صامت، ما يعطي اي حركه ناحيتك، بده يقعد هيك مثلا برواق ويقعد يفكر فيك برواق، يعني بده يقعد انه يبعت لك طاقه عشان انت تفكر فيه، لانه حاسك انه انت مطنشه نهائيا، ما بتفكر فيه نهائيا نهائيا، وحاس انه انت نسيته خلص، صح، زي كأنه انت تركته وانسحبت وطلعت من حياته نهائيا. انا حاسك انت برضه يا برج الاسد كأنك انت طلبت خطوة من هذا الشخص انه يتقدم في علاقتكم، مثلا يشهرها قدام الناس، انه يصير خطوبة، يصير زواج، فحاسس الانسان صار يتهرب منك ويتسحب انه خلينا مثلا على علاقة فقط. لهيك انت يا برج الاسد، عشانك انت انسان، يعني برج الاسد معروفين انهم ما بيحبوا اللف ولا الدوران، بيحبوا مثلا العلاقات الثابته، مثلا الزواج والاسره والهاد، فهو يرفض دائما، يعني معروف انه بيرفض العلاقات على هامش، يعني العلاقات الغير جديه. لهيك هو مثلا انت حسيت انه هو بيلعب معك، فانت قلت له يلا باي، احنا بدناش حدا نلعب، يا بتاخذ الاشياء محمل جد، يا اما اطلع من حياتي، او انا بطلع من حياتك، فانت طلعت من حياتي. فهو حاليا بده يعمل حركة انه ولا صوت ولا حركة ولا مثلا، اذا انت مثلا هو مثلا بيقربك قريب منك، ما بدك تشوفه، بده يختفي هيك شوي، يقعد مع حاله، يفكر في المواضيع كلياتها، يعمل مديتيشن، يعمل معك تخاطر، عشان هو الشخص هذا حاسك انه انت خلاص انهيت العلاقة نهائيا.
خلينا نشوف. هون بيحكوا لك غازل بيورد. طيب هون بيحكوا لك مد طاقتك المنارة للآخرين. يعني أنت هون نفس الإشي وهون نفس الإشي، كأنك أنت خلاص أخذت موقف، ما بدك تفكر في الموضوع، بدك أنت تمد طاقتك اللي جواتك، اللي أنت يمكن هلأ أنت بتعمل عليها، إنه مثلا مثلا بتتدين، بتعمل أشياء طاقة، فأنت إيش بتعمل؟ مد هاي الطاقة أكتر، يعني نور الآخرين مثلا في طاقتك. فليرتي برضه أنا بحسها إنه مثلا أنت بدك شوية تكون مثلا رومانسي شوي، أو مثلا تغازل هذا الشخص شوي، يمكن ما بعرف، بس يعني حسب، يعني أنا شايف في غدر وخيانة ودخول طرف آخر، ويمكن هذا الشخص راح يتزوج مثلا، لأنه يعني في هو هلأ حاليا يعيش سعادة عائلية وزواج احتمال، أو يكون هو بده رجوع لكم وفرصة تانية، يعني كل واحد ياخدها على وين هو حسب بين. الشخص هذا بده يرجع، بده يتأسف لكم، وبده يحكي لكم حقكم عليه، بيتمنى انه يرجع. هذا الشخص بيتمنى انه يرجع، لانه حاسس انه اخطأ في حقكم. على فكرة هذا الشخص صغير، بيج شكله هذا الشخص صغير، يمكن غير ناضج في العلاقة، ورافض انه يطور العلاقة. يعني اذا انتم فترة خطوبة، يمكن هذا الشخص حاسس حاله انه مش قادر مثلا يطور هاي العلاقة لزواج، فهذا الشخص نفسه يجي يحكي لك مثلا انا اسف، انا مثلا بدي ارجع العلاقة، بدي اتزوجك، كتير كلام نفسه يحكي لك اياه، وهي زي بده يعمل لك طاقة تسامح. على فكرة هذا الشخص بيبعت لك طاقة تسامح عن طريق المديتيشن والتخاطر وهي الاشياء. الشخص هذا بيعمل لك تخاطر، بتواصل معاك في التفكير جدا 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 جدا، بس هو شايفك انك انت مطنش كل شيء، حتى التخاطر مطنشه. بس هذا هو برج الاسد. احكي لكم الابراج الموجوده، الميزان، وكمان الثور. هذا بنشوف الثور، وكمان ابراج ناريه طاغيه على القراء جدا، وبرج العقرب، وكمان نشوف هون برج الدلو. بس هدول ثلاث ابراج وطاقات ناريه وهوائية جدا جدا، يعني عندكم طاقات الهوائية أكتر إشي طاغية على القراءة، يعني ميزان، جوزاء، دلو، وكمان مائية، بس أكتر إشي الهوائية والنارية هي اللي طاغية، وترابية كمان، كل الطاقات عندكم في قراءتكم. شكرا يا برج الأسد، بتمنى لكم إن شاء الله شهر سعيد عليكم. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعل الجرس ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، وتحطوا لنا اشي في التعليق لنشوف شو قصتكم يا برج الاسد. وبتمنى انه تسامحوني لاني تاخرت عليكم، وبتمنى لكم ان شاء الله شهر سعيد عليكم وسنه جديده يا رب. لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناه.